النهارده المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى الانباء اللي ترددت حوالين اجراء مترو الانفاق استطلاع لتقييم مستوى الخدمات واسعار التذاكر بالخطين الاول والثاني للمترو، واكدت وزاره النقل انه ما فيش نيه على الاطلاق لاجراء اي تعديل او تحريك في سعر تذكره المترو. كمان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد حوالين انتشار مرض الملاريا بقرى مركز بسيون بالغربيه، وكمان نفت وزارة الصحة أي أنباء حوالين انتشار فيروس الكبد الوبائي A في محافظة بني سويف. وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه شائعة فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي تكررت مرة تانية رغم نفيها في تقرير سابق للمركز. وبعد التواصل مع وزارة التموين أكدت الوزارة إن الأنباء دي غير صحيحة على الإطلاق. تفاصيل أكتر عن تقرير توضيح الحقائق في التقرير اللي جاي تابعونا.